الصينية هي حدادين قديمة من الأول. إيه. إيش الشغل؟ والله اشتغل سكة ما تركتها، سكة ما الفدان، إيه مسباية ما مسبان مخزون. أدوات زراعية نشتغل. الاستيراد أثر عليكم هاي الصيني اللي زي الحديثة؟ والله أثرت علينا والله. الجودة والقوة عيسى. بالأول كان نعمل شكوش عمل، هسه عيجي شكوش أجنبي. كله صيني، كله صيني عيجي. أحسن؟ طبعاً العراق أحسن. طبعاً العراق أحسن. بس هم يشترون أرخص، الصيني أرخص من مالنا. بس الأحسن والأجود والأقوى. طبعاً العمل شاف كله من السيارة. هذه المهنة اللي يشجعكم الحكومة الدولة ما تطورها؟ طبعا يطورون مثل جراجات بالصناعة مثلا. طبعا هي شو ما تطورها. بالأول كان 40 حداد، هسه ما بقى 4-5. ما طلع التراكتر والدراسة ماتت. والله أنا أساعد والدي بهاي المهنة، هاي المهنة استرثوها أبا عن جد، فمن والدي إلى جدي إلى جد أبويا، فهاي الشغلة حبيتوها من أنا وصغير، فتابعت هاي المهنة وما عندي غير هاي المهنة الحمد لله والشكر. خريج كلية تربية لغة عربية، وحاليا الساعة أنا محاضر مجاني وأشتغل مع والدي. والله هاي المهنة من التراث القديم، يعني الموصل تعتمد على المهن القديمة دائما، مثل عندك النجار أو الحداد، فهاي المهنة القديمة الأصيلة في الموصل. والله ما إن شاء الله ما تنقرض إلى منع الاستيراد مال الصيني أو الإيراني، فإذا منعت الاستيرادات ترجع نفس ما كانت عن قبل. والله من الصناعة، من السكراب نأخذها ونصنعها هنا، نستخدمها للأدوات الزراعية، نعمل مخزون، نعمل داسة، نعمل بلطة مال خشب، نعمل أدوات مثل عندك الفخة مال النجار، نعمل هاي الأدوات. والله هسه حاليا ضعيف. والله هاي المهنة قديمة، يعني عمرها أكثر من 300 سنة، هذا السوق تقريبا 300 سنة يمكن أكثر. وهاي المهنة كان يعتمدون عليها بالشبابيك مال البيوت، يعتمدون عليها بالأبواب والكيلونات، كان كله باليد وبالهذي. كان يشتغلون بها هنا المسيحيين، كان يشتغلون بها والأرمن، وكان والدي يشتغل معاهم وأنا ورثوها عن والدي. طبعا مهلة مكملة للنجارة، وهاي المهنة يعني كثير أشياء ما حد يثق يعملها إلا يجون على الحدادين هنا. هاي الصناعة ظاهر الأجنبي لو الأجنبي. والله هاي الصناعة يعني أضبط من الأجنبية يمكن بعشرين قاط أكثر، لأن الأجنبي عيجي كله آهين، وهذا نعمله كله من الخردة اللي الفولاذ كلها. ترجعون تصنعوه؟ نرجع نصنعه، يعني الشكوش اللي نعمله كله من فولاذ، هذا عيجي كله رمل، ما يقاوم شهر ما يقاوم، هذا اللي نعمله يقاوم سنين. شلون نتعامل هاي الصناعة؟ والله تندعم هاي الصناعة، لازم يتقل الاستيراد. لان الاستيراد الصين غزل العراق كله، هو الايراني، ولهذا هذه المهنه ضعفت عندنا هنا.